فكرة إنه يجي أصلاً ويطلب طلب زي ده وإنت تقعد معاه وتسمعه وتكون في صفه، لا وكمان تبين ده. أنا مش فاهم إنت اتدخلت في الموضوع ليه؟ أنا بجد مستغرباك. مين اللي استغرب مين؟ ما إنت شفتيه في الفرح وما قلتليش، أنا اللي استغربك. بقول لك ليه؟ عشان جوزك والمفروض ما تخبيش عني حاجة. لما تبقى حاجة ليه أزعلك وعكنن عليك؟ مش كفاية هو معكنن عليا السنين دي كلها؟ حسن أنا والبنات اتمرمطنا بسببه، وانت تيجي تجود وتقولي خليهم يشوفوه ويقابلوه؟ عاوز بناتي يمسكوني من ايدي اللي بتوجعني؟ انت عارف مين اكتر واحد هيتضرر من الموضوع ده؟ انت. لا انت. اوعى تفتكر ان انا عديت اللي حصل امبارح. بناتي وولادك واخديننا على قد عقلنا لحد ما يبعدونا عن بعض، وظهور يحيى هيكون كارت ضغط هيلعبوا بيه معايا عشان اسيبك. وانا عمري ما هسيبك مهما حصل. أنا لو بناتي سابوني هسيبك يا حسن، فاهم ولا لأ؟ دول أغلى حاجة في حياتي، عشان كده لازم أقفل باب يحيى. أنا متلخبطة، كل حاجة ملخبطاني، مش عارفة أنا خدت الخطوة الصح لما اتجوزتك ولا لأ. تجريت بينا بسرعة، أنا قلتلك الكلام ده وإنت ما صدقتنيش. وسط كل ده جاي تقولي سيبيهم يتكلموا معاه؟ عاوزني اديله شقة السنين دي كلها بالساهل؟ ده ايه الظلم ده يا اخي؟ علي وطاهر ومراد ما كانوش قابلين مصطفى، كانوا شايفين ان هو سبب في موت امه، كانوا صغيرين ومش فاهمين حاجة. انا عدلهم لا يا حبيبي، لا دي ارادة ربنا، مامتكم علشان ست كويسة فربنا خدها عنده. يقولوا لي طب ليه نبقى من غير أم؟ مش معنى ذنبنا إيه؟ أقول لهم مالكمش ذنب يا حبيبي، هي بتدعي لكم من فوق. يقولوا مش عايزينها تدعينا، إحنا عايزينها معانا. عارفة إيه أصعب حاجة؟ إن أسئلتهم ما كانش لها إجابة عندي، رغم كل اللي كنت بقوله لهم، بس أنا نفسي كان جوايا غضب أكتر من اللي جواه. كان اختبار صعب قاسي. أنت ظروفك أحسن، صاحب الإجابة بنفسه رجع علشان يجاوب. سيبيه، سيبيهم يتكلموا معاه. وانت بنات الكبار وعالين يا نادي، استحاله الحب اللي زرعتيه فيهم هيقل برجوع ابوه، زي ما برضو استحاله هينسولك ان كان في فرصه يتواصلوا مع ابوه وانت منعتيهم. سيبيهم يشوفوه يا نادي وتكلموا معاه، ما تخليهوش مسمار جحا في علاقتك بيه. سيبيهم يعملوا اللي هم عايزين، ولو واحده فيهم قالت لك اروح اعيش معاه هترجع لك. بعدين طلع ربنا المعادله دي. أنا يا حسن؟ ده أنا عايشة بيه، ده هو اللي مربيهم معايا. وهو مش هيرضالك بالظلم أبدا، حتى لو اتظلمت يا نادي ما ترديش الظلم بالظلم، وشوف ربنا هيكافئك قد إيه. أنت ست طيبة وأصيلة، بس ما تنسيش إن هما محتاجين أبوه. خليهم يشوفوه ويقابلوه قدام عينيكي، وحولي نقطة الضعف دي لنقطة قوة، وأنا جنبي. بتعمل حاجة غريبة قوي عمري ما حسيتها مع حد، تهون عليا الصعب وبتحسسني انه هيعدي. هيعدي، وغلبت كل هيعدي طول ما احنا سوا.